فعلا اول مره باش نديروا واحد العمليات بلا راديو فريكونس اليوم اللي عندي تقنيه جديده كدار في المغرب اول مره باش نديروها. هذه التقنيه كتعتمد على لي فيبراسيون يعني الترددات الراديويه اللي كتعطينا واحد لينيرجي يعني اللي كتجعلنا باش نعالجوا ولا نداو الانسجه المريضه بطريقه دقيقه. ولهذا دخلناه في نطاق لي مالادي لي تريتمون دي ميني انفازيف دو لا بروكتولوجي يعني العلاج بطرق غير اختراقيه عكس العلاجات الكلاسيكيه اللي معروفين بالالم مورا العمليه. يعني واحد الفتره ديال النقاهه كتكون طويله، هنا الفتره ديال النقاهه كتكون قصيره جدا. الانسان يمكن له يتناول العمل ديالو مباشره يعني في الايام من بعد العمليه، ويمكن له يغادر مكان الاستشفاء في نفس اليوم. يعني من بين العمليات اللي كنشجعوهم باش يبداو يديروا عندنا في المغرب لهاد المزايا، انه ما كاينش الالم ورا العمليه، يعني قصر فتره النقاهه و يعني عمليه دقيقه ما كتعطيش مضاعفات ولا ما كتعطيش انسجه او مجاوره. هو بيناتهم فرق في الحقيقه، ما كاينش فرق كثير. الفرق الوحيد اللي كاين هو انه عمليا لا راديو فريكونس ما كتقيش الانسجه المجاوره بحال اللازر اللي يمكن له كيقيس بعض الانسجه المجاوره، ولهذا كيكون الالم شويه اكثر، وكتكون سميتو مده الشفاء كتكون شويه اطول على الراديو فريكونس. امنه جدا، حيت المضاعفات الرئيسيه اللي عندنا في الجراحه العاديه ما عندناش في لا راديو فريكونس. مثلا الالم بعد هذا النزيف ما كاينش، والمضاعفات على المدى المتوسط والبعيد ما عندناش، يعني بحال لي زانكونتينونس هانال يعني ما كيكونوش بلا راديو فريكونس. الاثار الجانبيه منعدمه بتاتا، يعني اننا كنحاولوا نعالجوا بطريقه بدقه المكان المناسب المطلوب العلاج ديالو. التقنيات الجديده دابا في المغرب كنتسناو التعريفه الصحيه الجديده اللي تجيب لنا المزيد، حيت عندنا الى حد الان في المغرب عندنا يعني التعريفه الصحيه كتهم يلاه 3500 اكت ميديكو. دابا مع هاد لا غوفون دو سونتي ان شاء الله راه غادي يكون دخلوا كاع لي زاكت اورنومونكلاتور، يعني كاع العمليات اللي ما دخلاش في القائمه الاولى غتدخل. ودابا كنتكلموا على تقريبا واحد 7000 طريقه العلاج اللي غتكون عندنا في لانومونكلاتور ناسيونال في المغرب، ونتمنوا انها تكون كافيه باش تغطي هاد التكلفه ديال هاد العمليات الجداد. ماشي باهظة جدا، ماشي كثيرة، يعني يمكن نقولوا نتسناو شوية تخرج القائمة ديال التعريفة الصحية الجديدة، وكنظن أنها غادي تكون التغطية تكون شاملة. الطاقم الطبي حنا مغاربة بجوج، الدكتور إدريسي معايا والدكتور الطايري معنا، البروفيسور بول أنطوان لو أيغ. بول أنطوان لو أيغ هو من بين الاطباء الجراحين ديال الخارج ديال فرنسا اللي جاوا في نطاق تصحيح ذاك القانون ديال مزاولة الطب في المغرب ديال 131/13 اللي كيخول الخبرات الاجنبيه باش يجيو يتناولوا يشتغلوا في المغرب، وهو من بين دوك الخبرات الاجنبيه اللي مسجل في الكونسي دو لوغتر. يعني هو طبيب كمثل الاطباء المغاربه عنده الحق باش يشتغل كمثل الاطباء المغاربه، ومع الاسف اليوم ما كانش انه يكون معنا ساعه، كانت عنده واحد ان امبيشمون دونك ما كانش معنا ظروف خاصه. وفي الحقيقه نقول لك هذا فخر كبير، وهذه فرصه تعطات لنا واستفدنا منها، وكنشكروا ديما الطاقم اللي جانا من الخارج باش يوقف معنا، وكنشكروا الدكتور عمار اللي عطانا المجال باش نشتغلوا، ودار راه الاشاره ديالنا لقاعات العمليات ديالو كلهم اللي جعلنا نخدموا بكل سلاسه وبدون مشاكل. وكنشكر الطاقم الطبي على راسهم الدكتور الادريسي اللي بذلت مجهود كبير في هذا المجال.
دونك الفريق ديالنا كيحرص على انه يدخل تقنيات جديده للمغرب، كاع التقنيات اللي كتمكن المغاربه من الحصول على احسن علاج اللي كيمكنهم انهم يرجعوا للحياه اليوميه العمليه ديالهم بسرعه. دونك الانضمام ديالي للفريق ديال الاستاذ الطاهري مكنني من اننا نخدموا جميع على هاد التقنيات هادو الغير الاختراقيه، ونساهموا ايضا في تكوين مجموعه من الاطباء باش يتمكنوا من انهم يعاونوا المرضى ديالهم هاد التقنيات هذه الجديده. دونك كانت عندنا اليوم واحد الفرصه من العمل ديالنا كجميع، وكان عندنا واحد الفرصه لادخال واحد التقنيه جديده اللي هي تقنيه الترددات الراديويه، كاول فريق في المغرب كيقوم باستعمال هذه الطريقه هذه لعلاج الامراض الشرجيه. دونك من هذا المنطلق كنشكروا المستشفى الخاص باستور، وكنشكروا الدكتور عمار، وبيان سور كنشكر الاستاذ مولاي الحسن الطاهري اللي مكنني من اننا نشاركوا جميع في ادخال هذه التقنيه هذه للمغرب، ونمكنوا ان شاء الله المغاربه من الاستفاده. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.